يوم بعد يوم، أسبوع وراء أسبوع، تعليقاتكن عم تزيد، ونحن الليلة رح نستعرض بعض منا. سؤالنا الأول كان: هل أنت مع مبدأ المداورة بين الأحزاب للحقائب الوزارية؟ على الفيسبوك، رامي حيدر مع إنشاء جهاز مراقبة ضمن التفتيش المركزي لمراقبة الوزراء والنواب وإخضاعهم للمحاسبة. بعدها ما في داعي لمداورة الحقائب. محمود طالب مع المداورة لأنها بتحد من الفساد. نائل نعل بخلفه الرأي وبيعتبر أنه كل وزير له طريقة بإدارة الوزارة تتستمر بعملها الصحيح، بينما حنان مسلخي هي مع مشاركة المجتمع المدني، بحين محمد علي بارود مع المداورة ولكن مع الطوائف ومش الأحزاب. سؤالنا الثاني لهالأسبوع كان: شو رأيكم بجلسات المحكمة الدولية والوقائع اللي تم عرضها حتى الآن؟ محمود جزار بيعتبر أنه هالمحكمة صادقة. رأي خليل العطب بيتناقض مع رأي محمود لأنه بالنسبة له ما في وقائع بل روايات. منتابع مع حسن كريم اللي قال أنه الأموال اللي صرفت على المحكمة كانوا عمروا فيهم حلم رفيق الحريري، صاروا قتلينه مرتين، اغتالوه وعم بيحققوا باغتياله. أما إذا انتقلنا على تويتر، علي مسلماني بيعتبر أنه المحكمة منسقة مع سياسة جنيف 2، بينما طه خير بيأكد أنه بظل إخفاء الحقائق والمعطيات هالمحكمة رح تكرر حالها ل10 سنين. سؤالنا الثالث لهالأسبوع كان: مين بيتحمل مسؤولية اللي صار بموضوع النفايات؟ وشو الحل اللي بتقترحوه؟ نرجع على الفيسبوك، وإيمان محسون بتطلب أنه ينباع قسم من هالنفايات للدول المتقدمة لتوليد الطاقة، بينما عبدالله العبدالله بيقول أنه إيطاليا عرضت على لبنان بدون كلفة عدة مصانع للتكرير، بس هالعرض انرفض لأسباب ما منعرفها. منتابع مع سنة رحال اللي بتقترح أنه كل بلدية لازم تتولى مسؤولية تدوير نفاياتها عن طريق إنشاء معمل لتدوير النفايات. أما راني رزق بيلاقي أنه الحل بيكون بالتجاوب مع اقتراح نعمة فريم بإنشاء معمل كهرباء بيشتغل على الغازات المنبعثة من النفايات العضوية. ومنختم برسالة من سمر أحمد بتقول فيها: على السياسيين بلبنان أنه يخضعوا لعدة فحوصات، منها فحص أذن تيسمع صرخة الشعب، فحص عيون تيشوفوا أحوال الناس، وفحص الضمير والإحساس بالمسؤولية. بذكركن أنه فيكن تتواصلوا معنا عبر مواقع كلام الناس اللي عم بتشوفوها بأسفل الشاشة، وبشوفكن الأسبوع المقبل.